يمكن لي نعرف راسي بأول رئيسة بلدية في تاريخ المغرب في 2003. أسماء يمكن لي نقول عليها فعلا جمعاوية، ولكن العلاقة اللي عندي ما بين الجمعاوي والشأن المحلي عنده واحد التاريخ، والتاريخ هو في 1983 لما كنت ندرس في جامعة في الإنجليز، تحت لي الفرصة باش مشي نستأنس مع الأشخاص المسنين. فكنت نمشي نشوف واحد جوج ديال النساء عندهم كذا 80 عام، ولكن اللي كان عجيب واللي هو أثر كثير في حياتي هي لما كنت نخرج مع هاد النساء جوج مرات في الأسبوع، اللي كان تيجي يهزنا من المنزل ديالها هي السيارة المجلس البلدي، فتنقضيو جميع المسائل اللي خاصة تقضيها هاد السيدة هادي للتقضيات ديالها في السيارة اللي تجي في المجلس البلدي. وعمري ما نويت بأن غادي واحد النهار غادي نكون منتخبة وتنخدم ساكنة ديال مدينة، وأعز مدينة عندي في المغرب هي الصغيرة والساكنة ديالها والإقليم ديالها. فبطبيعة الحال أنا جاتني مسألة عادية، لما وقعت أني تصويت علينا، أول حاجة درت لما وليت رئيسة البلدية الصغيرة صابوا كاينين جوج ديال السيارات ديال الرئاسة، فكانت أنا عندي عادية مسألة عادية باش هاد السيارات هادو يكونوا في خدمة المواطنين. ديك الوقت تنعقل كانت واحد المجموعة ديال المسائل اللي ما كانش مستشفى ديال الصويرة تتوفر بها اللي هو السكانير، فهاد السيارات هادو كانوا لخدمة المواطنين والمعوزين والأشخاص المسنين والأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. فأنا بالنسبة لي هذه كانت جريمة ممتازة، ودابا إن شاء الله الرحمن الرحيم راني ناوية نترشح في البلدية الصويرة في هذه الاستحقاقات ديال 2021، وغادي نترشح إن شاء الله بالنسبة للبرلمان حتى هي في الاستحقاقات ديال 2021 تحت اللواء ديال الحزب أصالة ومعاصرة. الرسالة راه واضحة في الخطاب ديال سيدنا ديال 20 غشت، تيذكرنا بأن خاصنا ننجحوا هاد الاستحقاقات المقبلة، وبهاد الاستحقاقات المقبلة إن شاء الله تنطلب من الساكنة الصويرية وساكنة الإقليم صويرة شياد ما حاحة باش يصوتوا على المرشحين اللي هما تيشوفوهم غادي يخدموا البلاد، لأن حتى في الخطاب ديال 20 غشت الرسالة هي هاد المنتخبين الجدد خاصهم ضروري يخدموا الساكنة اللي صوتات عليهم ويخدموا الوطن ديالهم. وبغيت نضيف الآخر بأن لا الصويريين ولا الإقليم حاحة وشياد ما والصويرة باش نقول لهم يدوا حذا تجمعنا.